هلو يا شباب، هنكمل أسئلة الستوري. كنا واقفين عند النمبر 9، هنروح عند ندى. نمبر 9 يا ندى، it shows the station master how much coal there is, so don't think of taking any. ده الخط ده بيوري ناظر المحطة في فحم قد إيه على الارتفاع، يعني بتاع الكوم اللي هي الستاك، يعني بتاع الكول الفحم، واوعى تفكر تاخد منه. Who said these words to whom؟ يا ترى مين اللي قال الكلام ده وقاله لمين؟ The porter said this to Peter. بالظبط، البورتر اللي هو حمال الشنط لما شاف الولد بيتر قاعد بيبرق كده وبيبص على الستاك بتاع الكول الفحم، قال ايه ده؟ انت بتبص ليه؟ فابتدى يساله، فقال له اوعى تفكر في الاخر تاخد دوت. فهقول the porter to Peter. اللي قال الكلام ده the porter to Peter. طيب ندى، السؤال اللي بعده بيقول why did، طبعا هي مكتوبه غلط، why did he or she ask them to do that؟ سوري انا رحت فين؟ who what does the pronoun it refer to؟ يعني اما انا قلت له it shows it، دي كانت عايده على ايه؟ it refers to white line. الخط الابيض اللي كان مرسوم اللي بيشاور على الارتفاع بتاع الفحم الستاك اوف كول. هل في كفايه؟ هل بينخفض بيقل بيقل؟ فالراجل الستيشن ماستر يبقى عارف هل في فحم كتير ولا لا. فاقول it refers to the white line، الخط الابيض. طيب الجزء الاخير من سؤالك، what does what was the middle of summer like this year؟ في منتصف الصيف كده الدنيا كانت بتبقى عامله ازاي؟ It was very cold and it rained. كانت برد، عشان كده الولاد دايما it was very cold and it rained. الولاد دايما كانوا عايزين يولعوا الفاير عشان يتدفهم، كانوا بيتكلموا مع مامتهم دايما مع انهم في عز السمر، in the middle of summer، في منتصف شهر او فصل الصيف، ولكن كان الجو برد وكانت بتمطر بقوه. طيب عايز اروح عند ياسين مختار، نروح للسؤال اللي بعده. If you are cold، لو انتوا بردانين، run around for a while، اجروا شويه حوالين نفسكم كده، اجروا شويه هتلاقوا نفسكم اتدفيتوا. Who said these words to whom؟ Mom to children. Mother to the children. Mom to the children. مشكله اي حاجه. ماما فعلا قالت الكلام ده. طيب why did she or he ask them to do that؟ هي ماما ليه قالت لهم يعملوا كده؟ علشان جسمهم يتدفى، علشان يتدفهم، علشان ما عندهمش فحم. To warm. To warm their bodies. عشان يدفوا جسمهم. As they are poor and they didn't have or didn't have coal. ما عندهمش فحم. كويس. السؤال الأخير بتاعك أنت، where يعني أين، where did they run and play؟ at the home. at the at the home. لا، ما كانش في البيت ولا في الصالة ولا في أي حاجة، كانت إجابة محددة. عندك إجابة يا مصطفى؟ in the attic. يعني إيه attic؟ أنا مش هينفع أجيب الإجابة بس، لازم أبقى عارف معناها. يعني إيه أتك يا شباب؟ صندارة. غرفة كده بيحطوا فيها الحاجات القديمة والعربيات والعفش والكلام ده، صندارة. إما غرفة لوحدها منفصلة، إما أوضة كده فوق قريبة من السقف عالية مثلا. طيب ده كده يا شباب الأسئلة بتاعت جملة من التشابتر، وإحنا بنحل عليها أسئلة وبنعلق عليها. خلينا نروح عند عمر ومريم. Complete the following sentences. The three chimneys house was at A. كان موجود فين يا عمر؟ At the top of hill. يعني ايه top of hill؟ يعني على قمة hill. يعني hill. Top of hill، على قمة هضبة أو تل يعني. طيب مريم، when mother came out at 8 o'clock، لما ماما خرجت الساعة 8، the children كلهم كانوا راحوا في النوم. We're all fast asleep. بالظبط، we're all
fast sleep. راحوا خلاص بسرعة غرقهم في النوم. ممتاز. عايز أروح عند ياسين. السؤال اللي بعده ياسين. Mother told the children they were now quite poor. آه للأسف يا أولاد إحنا فقراء قوي قوي دلوقتي يعني. فماما كانت بتوضح لهم علشان هم عايزين يولعوا الفحم وبتقول لهم بقى اللي إحنا quite poor. عايز أروح عند رؤى. السؤال اللي بعده يا رؤى number four. They found هم لقوا إيه؟ An A in the one of the big boxes. في الصندوق لما فتحهم لقوا حاجتين فعلا. Plates and cups. Plates and cups. لقوا أطباق وكوبايات. حلو الكلام ده فعلا. In one of the boxes and put them on the. حطوا بقى الحاجات دي فين؟ ده إيه؟ Table. حطوا الكلام ده على الترابيزة. علشان بقى هما بيساعدوا ماما تحضروا الفطار. ده اللي احنا قلناه فعلا في chapter 2. كويس اللي احنا بنذاكر. برافو. تامر. Number 5. Three chimneys stood on a top of. برضو السؤال متكرر فخليك تاخد اللي بعده. مظبوط كلامك. هو كان على a top of a hill. على قمة هضبة. فزيه زي السؤال الأولاني. طيب السؤال اللي بعده يا سامر. The fire had a. The plates and cups were covered in a. يعني النار بعد شوية لما هم ناموا حصل لها ايه؟ كنا قلنا كده ايه؟ مصطلح ايه؟ ها؟ عارف مش عارف؟ دي مش ممكن تشرف. النار راحت اختفت. طيب خلينا نشوف كده. عبد الله عندك إجابة؟ Gone out. النار اختفت ذهبت مشي. Gone out. والأطباق ابتدت تتغطى بإيه يا عبد الله؟ Dust. يعني إيه dust يا عبد الله؟ التراب. التراب. لازم نقرأ. أنا قلت يعني نتفرج على الفيديو بتاع الشرح بتاع الستوري. لما تستوعب الأحداث هتعرف تجاوب لأن زمان شايف الكلام دقيق جدا. حاجة تانية والأهم من كده في ناس منكم معاها كتب خارجية كتير. هتلاقي مثلا كتاب المنار فيه السؤال وإجابته. السؤال وإجابته. أنت بس لو ذكرت السؤال بإجابته أنت كده فهمت التشابتر. وها أصلا هي دي أهم الأسئلة. يعني تلاقي مثلا 20 سؤال من الـ answer the following questions. الكويتيشنز الاقتباس اللي موجود الجملة اللي بنقولها دي وشوية الأسئلة عليها 20 سؤال و20 سؤال complete the following sentences. لو قريتهم بإجابتهم يبقى أنت ذاكرت كويس. فلازم نخلي بالنا من ده يا شباب. منا number 7. Let's go down to the cried Roberta. يا ترى روبرتا كانت بتصرخ وبتقول لهم تعالوا ننزل لتحت فين؟ Let's go down to A. هي أما كانوا عند الصخرة وقالت لهم ماما نايمة. طب ماما قالت لهم قصدي يطلعوا بقى يلعبوا وتفسحهم. فالبنت صرخت عايزاهم يروحوا فين؟ قصة كلها أحداثها فين؟ في ال فين يا شباب؟ عند السكة الحديد. Railway. طيب عايز أروح عند زياد. Nobody. The train was like a great A. أما كانوا بيوصفوا القطر كان القطر ده شكله يعني زي ضخم كده عملاق. إيه بقى كانوا بيقولوا إيه؟ ها يا زياد عندك إجابة؟ تنين ضخم. تنين كبير. Big dragon. Big dragon. القطر عامل زي التنين الكبير. طيب عيسى ومريم. Nobody could go out and everybody. Nobody could go out and everybody ate. حتة كده تركاية صعبة. مش هقول صعبة. عايز حد يعني قاري القصة كويس. طيب حد عارف ان انا رفع ايديه؟ اهو دي رفعت الميوت.
big dragon. Shivered. بيرتعش. Nobody could go out and everybody shivered. من كتر البرد كانوا بيرتعشون. Shivered. طيب آخر سؤال موجود معايا يا شباب. Jam or butter? Caleb said mother, you can't have يا مربى يا زبدة. ما تقدريش تاخدي الايه بقى يا سامر؟ طيب you can't have both. طيب هنقول بقى قبل ما نخش في الـ time for English. الأسبوع الجاي المفروض يوم الخميس، ما يعني وقت الحصة بتاعنا من الساعة 6 المفروض اللي احنا نتقابل في السنتر. يعني هتكلم مع الناس النهاردة لما نخلص ونحجز كده المكان علشان نمتحن زي ما أنا قلت لكم على يونت 1 ويونت 2 من منهج English World والتو تشابترز من تشابتر 1 وتشابتر 2 بطريقة الامتحان اللي هو الأسئلة اللي انتم متعودين عليها. فده يوم الخميس اللي جاي في معادنا من الساعة 6 لغاية الساعة 7 وشوية. اللي مش هيقدر يجي هرفع الامتحان على الجروب ويطبع الامتحان ويحله. مين هيقدر يجي يقول اسمه ويسكت؟ سامح من عبدال طيب يعني على حسب ما يكون العدد. اللي مش هيحضر هبتدي أسجل له بقى ساعتها يعني ربع ساعة أو تلت ساعة كده من على زوم إحنا عملنا إيه وخدنا إيه وخلصنا إيه والكلام من ده وبتاع. طيب خلونا نروح عن هو الطبيعي اللي أنتوا بتروحوا المدرسة، فأنا متوقع اللي عادي تيجي السنتر. إحنا عددنا يعني ما أعتقدش كبير فهتبقى الدنيا لطيفة. هنشوف بعض ونمتحن ويبقى برضو اسمك حضرت مرة في السنتر فيس تو فيس كده لو هنشرح حاجة جديدة. طيب خلونا بقى نبتدي نروح عن the time for English. كنا خدنا chapter 1 و chapter 2، عايزين نروح عند chapter 3 ماشيين بريتم كويس. unit 3 daily activities. هل سمعتوا التسجيلات الصوتية بتاعت اليونت دي؟ حد عدى عليها؟ ايوه يا مستر. طيب خلونا نراجعها سريعا. يومي daily، daily أنشطة activities، جمع activity بتشيل الواي وتحط مكانها IES. craze cherry غالي expensive، طازج fresh، استنفذ out of. الفطيرة اسمها باي واخدينها طبعا في الستوري لأن الولد بيتر كان بيحب الفطيرة اللي هي أنهي نوع؟ أبل باي. فطيرة التفاح. زبون كاستمر، جنيه باوند، خباز بيكر. المخبز اللي انت بتشتري منه بيكري، بيكري المحل يعني. الليمون ليمون، الخوخ بيتش، تفاح أبل، لطيف نايس، رقائق البسكويت بالشوكولاتة، شوكليت تشيب كوكيز. انت عارف اللي تشيب على شكل الشيبسي كده، فهي عامل زي الشوكليت كوكيز كده، شوكليت تشيب كوكيز. بسكويت بالليمون مش لازم يبقى في مصر، ليمون كوكيز. قرش بياسترز بتتكتب بالطريقتين اللي انت شايفهم، يا اما اي ار يا اما ار اي. يمشي للمدرسة، دي المصطلحات اللي هفضل أقول لك بتيجي كده في الامتحانات لازم تذاكرها كده. walk to school، يذهب إلى دكتور الأسنان go to dentist، يقوم بغسل الملابس do the laundry، يقطع الخضروات chop vegetables، يكوي القميص iron a shirt، يكوي القميص. تقطع الفاكهة إلى شرائح slice fruit. حتى أنا عايز الفاكهة دي slice، سلايس شرائح. طيب يأخذ تاكسي تيك أبس، بيغسل شعره wash my hair، يبقى بالبيت stay home stay safe. ده اللي كنا بنقول السنة اللي فاتت stay home خليك في البيت stay safe. فدي مصطلحات مهمة جدا. walk to school go to dentist do the laundry مش make. ممكن يجي لك في الاختيارات make لأن أنا مش مذاكر، لا لازم أذاكر أبقى عارف اللي اسمها do. يقوم بغسل الملابس do the laundry، chop vegetables. iron يعني حديد بس هنا مصطلح فعل يكوي iron a shirt، يقطع الفاكهة لشرائح slice fruit، يأخذ تاكسي take a bus، يغسل شعره wash my hair، يبقى بالبيت stay home، بيشتري البقالة
رحت عند السوبر ماركت جبت الحاجات البقالة buy groceries زبدة الفول السوداني peanut butter زبدة من الفول السوداني شجرة tree فأر ماوس عصير تفاح apple juice متوسط الحجم medium جائع hungry وكلمة متوسط الحجم اللي موجودة قدامك دي لازم تبقى عارف ان هي ليها كمان معنى زي ما كنا بنيجي نقول نوع الاكل اللي هتاكله هل هو رير يعني ني ولا ميديوم نص نص ولا ويل دان فدايما اتعلم على حسب الكلمه في الجمله مش تترجم ترجمه حرفيه متوسط ايه هو بقى الاكل المتوسط يعني نص نص يعني مطبوخ نص نص هانجري جعان بائع في متجر شوب اسيستنت ملكي ده بتاعي اتس ماين بقال اللي بيبيع جروسر محل البقالة جروسرز أو جروسري البقالة جروسري conversation time البيكر والكاستمر الزبون دخل المحل علشان يشتري من محل مخبوزات بما أنه هو بيكر good morning can I help you خباز بيقول له صباح الخير أقدر أساعدك كاستمر الزبون قال له yes please أيوة لو سمحت What kinds of apples, what kinds of pies do you have today? ايه نوع الفطائر اللي انت محتاجها النهاردة؟ انت عايز انهي فطيرة؟ فقال له, we have lemon, peach and apple. احنا عندنا ليمون, عندنا فطير بالليمون, فطير بالخوخ, فطير بالتفاح. Do you have cherry pies? هل عندك فطير بالكريز؟ Sorry, we are out of cherry. عارف لما اجي اقول لك احنا مستنفذين، احنا خلصان عندنا الكريز. But the apple pies are very nice. بس فطيرة التفاح طعمها لذيذ جدا. الكاستمر, how much are they? طب هم بكام؟ They are 10 pounds each. الواحدة ب 10 جنيه. الواحدة منهم ب 10 جنيه. Oh, that's too expensive. لا 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 ايه ده؟ ده غالي قوي. How much are the peach? Pies. طب الفطير بتاع الخوخ they are 5 pound each الواحده منهم بخمسة جنيه يبقى انت لازم تبقى عارف ان they are 5 pounds بخمسة جنيه لانهم جمع each الواحده منهم بخمسة جنيه طيب يبقى تاني good morning can I help you yes please what kinds of pies do you have today ايه انواع الفطاير اللي عندكم النهارده we have lemon peach and apple Do you have cherry pies? Sorry, we are out of cherry. But the apple pies are very nice. How much are they? لما أقول لك how much are they, تقول لي they are في الإجابة. بترتب. They are 10 pounds each. الواحدة منهم بعشرة جنيه. فطبعاً الكاستمر شايف إن ده غالي. Oh, that's too expensive. How much are the peach pies? They are 5 pounds each الواحدة منهم بخمسة جنيه. Okay, I will take one. خلاص خلاص أنا هاخد واحدة من الخوخ. Great, I will get a fresh pie for you. يعني إيه بقى fresh pie؟ طازجة طازجة ليك. الجرامر اللي موجود معانا حاجة سهلة وبسيطة جدا. ضمائر التوكيد اسمها emphatic pronouns. Emphatic pronouns يعني بتأكد أنا هعمل ده بنفسي بنفسه بنفسها وهكذا Subject pronouns أنت عارف أن الفاعل I فممكن أقول لك I will do it أنا هعمل ده I will do it myself I will do it by myself يعني ممكن أقول لك I will do my homework أنت هتفهم من كلامي أنا هعمل الواجب بتاعي لكن لما أجي أكد قوي حاجة زيادة التأكيد اللي أنا هعمل ده I will do my homework by myself أنا هعمل ده بنفسي ما حدش تاني هيساعدني I will do my homework by myself He by himself She by herself It by itself You بتاعت المفرد by yourself لكن لو you الجمع أنتم by yourselves طب وي احنا by ourselves بأنفسنا they by themselves فبتيجي كده في الاختيارات لو لقيت they يبقى by themselves يعني لو جيت اقول لك احنا هننظف البيت بأنفسنا we
will clean the house by مش تقول لي بقى by myself لان we دي جمع by ourselves انفسنا دي كده صيغه التاكيد بتاكد عن الحدث بتاكد ان انت هتعمل ده by وراها تاكيد by myself بنفسي by himself بنفسه by herself بنفسها by itself لغير العاقل by yourself بنفسك by yourselves بأنفسكم وهتلاقيها دايما بتتكتب كده في الجمع ourselves by themselves simple past regular verbs الأفعال المنتظمة قاعدين بنلف وندور بقالنا سنين كتير في نفس الحلقة المفرغة التايم سهل وبسيط ودي مناهج جميلة درجاتها مضمونة إن شاء الله عندنا الأفعال المنتظمة عشان نحطها في الماضي بتزود للفعل يدي يا إيدي يا آي إيدي أغلبية الأفعال عقلك يبقى عارفها زي cook cooked wash washed خلينا نشير تاني ونقفل عشان حد كده فيكو لطيف بس كده most verbs walk walked verbs الأفعال اللي أصلا بتنتهي بإي زود للفعل دي بس زي live lived زي close بتنتهي بإي closed في أفعال بتنتهي بواي زي مثلا cry وزي play كان ده قلنا كتير والله cry هتشيل الواي وتحط مكانها IED ليه يا مستر لأن قبل الواي في حرف ساكن اللي هو الار consonant لكن play سيبها زي ما هي ما تشيلش الواي حط الاي دي ليه لان قبل الواي في حرف متحرك vowel فدي التكايه اللي موجوده عندنا بعض الافعال بتتنطق مقطع واحد بتنتهي ازاي stop chat nod شوف بقولها مقطع واحد stop فتلاقي ان الحرف الاخير ساكن قبليه حرف متحرك دبل الساكن خلي الساكن ده مرتين stop عشان خاطر ما حدش يقول stopped chatted nodded عيب احنا في سنه سته stopped chatted nodded nodded مش nodded walked lived cried بلاش كده cried lived walked walked طيب فده simple past regular verbs عندنا كمان الريجولار فيربس وده واخدينه في انجلش وورلد السنوات اللي فاتت الماضي اللي هو التصريف الثاني للفعل بتحفظه باي بوت فانت عارف ان بوت المصدر بتاعها باي جيت جوت تيك ياخذ توك وينت اللي هي الماضي بتاع جو وينت عندنا زمن الماضي البسيط بنستخدمه في ايه يا مستر بنستخدمه للتعبير عن حدث حصل وانتهى في الماضي. Yesterday, last week, last month, ago, once, in the past, in 2020, في سنة 2020, in 2020, in one day, يوم ما. بقى دي الجمل. احنا عارفين الكلام ده. I slide fruit by myself. انا قطعت الفاكهة بنفسي. نفي الماضي. Didn't. والفعل في المصدر I didn't slice fruit by myself عندنا السنة دي في دروس ال time for English reading عندنا قطعة وهيجي لك في الامتحان قطعة بسيطة تقراها وتحل منها لازم المعلومات دي والكلمات دي تبقى عارفها قائمة البقالة grocery list نقود money مشكلة problem البقالة groceries العربية اللي بتحط عليها ترولي العربية تحط عليها الشنط في المطار السلة باسكت مكان دفع الحساب موجود الكلمة دي على الانترنت كتير جدا تشيك اوت وانت على جوميا بتروح تشتري من على سوق دوت كوم يقول لك تشيك اوت يلا روح عندي عشان تحاسب بقى منضدة تيبل بجانب الباب باي ذا دور يذهب الى البيت جو هوم سوبر ماركت ينسى فورجيت يتذكر remember يعود مسرعا إلى run back to يصل إلى arrive at ألم الأسنان toothache مكتبة لبيع الكتب library أو bookstore طابور لدفع الحساب
check out line. ادي تصريفات الافعال ال present وال past. ال present وال past. put هي put. pay paid. say said. وطبعا الترجمة عارفينها. pay يعني يدفع. say يقول. said بالسيد. get got يحصل على. forget forgot ينسى. leave left يترك او يغادر. iron يكوي iron. go wind buy bow. known you take took do did. فين بقى القطعه اللي احنا بنقول عليها عندنا الريدنج؟ ادي القطعه اللي موجوده معانا. ادي الريدنج. grandpa Ali's restaurant opens يعني فتح المطعم بتاع جد علي اس الملكيه. grandpa Ali's restaurant opens. وكمان ممكن نقول مطعم جده علي عادي جدا. طيب باي عادل ابراهيم. grandpa Ali's is a new Italian restaurant. جده علي الجد علي عنده مطعم ايطالي. ان فتح مطعم ايطالي بيقدم البيتزاهات والحاجات اللطيفه اللي احنا بنحبها دي in downtown Cairo في منطقه وسط البلد في القاهره. it opened on May 5th. اتفتح في الخامس من مايو. Who is Grandpa Ali? مين بقى الجد علي دوت؟ Is he the owner? هل ده المالك؟ يبقى كلمة restaurant يعني مطعم. Owner يعني المالك. No. The real Grandpa Ali is the owner's grandfather and the chef at the restaurant. لا. The real Grandpa Ali, الجد علي دوت هو is the owner's grandfather. الجد الأكبر وهو الشيف بتاع المطعم. And the chef at the restaurant. Last Saturday, السبت اللي فات, ليلى أبدو and her friend Diana Smith. واحدة مصرية واحدة أجنبية أصحاب. Had lunch at Grandpa's Ali's. اس دي اختصار بعدها كلمة restaurant. كأنه مطعم بس بتتحذف عادي جدا. ممكن أقول Grandpa Ali's. مطعم جده علي. Their pizza, بما أنه مطعم إيطالي, is the best pizza in town. بيتزا بتاع مطعم جده علي ده أحسن بيتزا في الدنيا, أحسن بيتزا في المكان, في المدينة. ليلى said, ليلى بتتكلم مع ديانا. ديانا said, I am going to bring my children here, kids. بنت بتقول ليلى ده أحلى بيتزا عندهم هنا. فديانا اتحمست وقالت أنا هجيب ولادي هنا. Under five, eat free. ودي حاجة فكرة كويسة, دعاية وإعلان جميل. اللي تحت خمس سنوات يأكلوا ببلاش. Under five, eat free. Grandpa Ali's is clean. المطعم بتاع Grandpa Ali's is clean, نظيف. And the prices are good. والأسعار جميلة كويسة. The address, العنوان is 12 الهرم ستريت. 12 شارع الهرم. They are open daily. بيفتحوا يوميا. From 11 a.m. to 10 p.m. من 10 الصبح ل 10 من 11 الصبح ل 10 بالليل. They serve lunch and dinner. بيقدموا عشاء وبيقدموا الغداء. ما حدش بيفطر بيتزا. فهم بيشتغلوا بقى من الساعة 2 يبتدوا يقدموا اللانش الغداء ويقدموا الدينر العشاء. طيب هنروح بريك خمس دقايق يا شباب. هنرجع بلينك جديد نبتدي نحل التست اللي معانا على يونت 3 من ديلي اكتيفيتيز. هي دي المذاكره عشان تتعودوا على شكل الامتحان. ثانك يو.